بايا الأعزاء ولكل اللي انضموا إلنا الآن في هذه اللحظات، رحبوا معي من عمان العاصمة الأردنية الهاشمية بالأستاذة أسماء عواد المنسقة الإعلامية في العربية لحماية الطبيعة. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، كيف حالكم؟ صباح النصر والصمود. حياك الله بمعيتك، نقول يا نار كوني برد سلام على غزة. أنت مسك الختام في حلقتنا لليوم، وزي ما قلت أنا في بداية الحلقة، إذا قطعوا شجرة بنزرع ألف، وانتوا عم بتساعدوا في هذا المفهوم، أليس كذلك؟ تفضلي. صحيح، يعني أول شيء شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا على تسليط الضوء على آخر مشاريعنا في غزة، مشروع إحياء مزارع غزة. بحب بداية أشكركم وأعرف بأنفسنا إذا بتسمحي يا لي. ريت عرفينا عن العربية لحماية الطبيعة، تفضلي أهلا نعم، بيكي. إحنا منظمة شعبية قريبة من المزارعين، معنيين بقضايا الغذاء والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة، ومعنيين أكثر بتحقيق مفهوم اسمه السيادة على الغذاء، وهذا بنحكي فيه من أكثر من 20 سنة منذ انطلاقتنا. إحنا انطلقنا مع الانتفاضة الثانية عبر برنامجنا مليون شجرة، تحت شعار يقلعون شجرة نزرع عشرة، بعد برافو. ما رصدنا أنه الاحتلال بكل لؤم دمر وحرق واقتلع أكثر من 3 مليون شجرة في فلسطين. هذا ما تم توثيقه ورصدناه طبعا، فقلنا سنزرع هذا وفعلا العدد من زرعتوا هذا الأشجار. الرقم في خلال 20 سنة. رح نحكي كمان عن الفرق بين السيادة على الغذاء اللي بتسعوا له والأمن الغذائي فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا يعني لكم سنوات طويلة بتشتغلوا هون بالوطن أخت أسماء. صحيح 100%، احنا صار لنا اكثر من 20 سنه اشتغلنا بالضفه الغربيه، واشتغلنا ايضا بقطاع غزه، وكان كل منطقه لها خصوصيتها. ففي الضفه الغربيه كنا معنيين انه نحمي الارض من المصادره، حكينا اكثر من مره معكم عبر اثيركم عن مشاريعنا في الضفه الغربيه وكيف نحمي اراضي خصوصا منطقه سي من المصادره بزراعه شجره. نعم، نعم إذا كما قلنا 3 مليون شجرة مثمرة إضافة للمشاريع التأهيلية الزراعية الأخرى، هل هذا يؤدي إلى سيادة على الغذاء ولو بالتدريج في مواجهة آلة القمع وقطع الأشجار وحرقها أيضا ومصادرتها وسرقتها؟ تفضلي أخت أسماء. بالطبع، يعني احنا مفهوم السيادة على الغذاء هو أن نزرع ما نحتاجه وما نستطيع وما نريد أن نأكله لا حسب شك. ثقافتنا، مناخنا، حضارتنا، أولوياتنا، وليس كما طلبوا منا يعني الشمال العالمي، هم بيزرعوا احنا نكون مجرد مستهلكين. بالضبط. غزة أعطتنا أكبر مثال على أهمية سيادتنا على غذائنا وأن نزرع ما نأكل. يعني إحنا بغزة طبعا صرنا زارعين على مدار 20 سنة أكثر من نصف مليون شجرة مثمرة غير المشاريع الأخرى. أنا بأكد لك إنه أهل غزة أكلوا من ثمار ما زرعوه، وكان عندهم طبعا. مؤونة من زرعهم وخيرهم، هي اللي خلتهم يصمدوا على مدى 7 شهور، ولا كان للأسف كان شفنا شهداء بالآلاف من الجوع. ورا المجاعة لكن صحيح. غذائنا كان منعة وحصانة لأهل غزة، ويجب أن نقف معهم في تعزيز خيرهم الداخلي وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية فقط على أهميتها طبعا. طبعا، لكن التمكين أيضا يكمن في أننا نأكل مما نزرع ونلبس مما ننسج. نحن لسنا مع الإغاثة التي ممكن أن تذهب وتعود، ولا على الاعتماد على حدا، أكيد على صحيح الاعتماد على أرضنا. وأصلا عندنا طقس أسطوري، وعندنا أيضا أرض خصبة ومختلفة ما بين محافظة وأخرى. أخت أسماء، إذا العربية لحماية الطبيعة ما الذي ستفعله؟ يعني أنتم بلشتوا في مشتل غزة اللي دمر قلبا وقالبا عن بكرة أبيه، ما خطتكم للأيام القادمة بعد المشتل وأثناءه؟ تفضلي. نحكي أكثر أصلاً عن المشروع. إحنا نعم. بلشنا من منذ 27 طبعاً قبلها في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال في القطاع الزراعي والبيئي ومشكلة الغذاء، تسليط الضوء على مشكلة الغذاء اللي هي موجودة قبل 27 أصلاً في قطاع غزة. واحد من أصل 3 فلسطينيين غير آمن غذائياً، 64.4% كان غير آمن غذائيا في غزة. فنحن نتحدث عن حرب تجويع يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة وفي الأماكن الأخرى التي يحتلها في الوطن العربي. بخلال هذه الفترة كان موضوع سياساتي عبر برنامجنا السيادة على الغذاء، لكن وصلنا نداءات من مزارعين في غزة يقولون لنا
نحن في أرضنا، أرضنا سليمة، في أراضي حواكير وبساتين قريبة من البيوت لم تمسها يد الاحتلال يعني الحمد لله. الحمد نحن لله. مستعدون لزراعتها، لكن مدخلات الإنتاج أسعارها غالية جدا بفعل الحرب، مدونا أو ساعدونا بهاي الجزئية. وفعلا بدأنا بشكل بسيط نساعد بعض المزارعين. الآن ونحن نتحدث هناك 500 مزارع على استعداد حالا للبدء بزراعة أرضه. نحن نمدهم عبر مشروع إحياء مزارع غزة، هو مقسم على 3 مراحل. المرحلة الأولى نمدهم بالبذور والأشتال، 120 دنم باشرنا بزراعتها ودعم المزارعين لزراعتها، منهم 6.5 دنم هي اللي أخذت الوهج الكبير لأنها في مع بلدية غزة. هاي الأرض جرفها الاحتلال في بداية الحرب. تعاوننا مع البلدية أن نزرع هذه الأرض، وفرق الطوارئ توزع خيرها على الناس المحتاجين في المنطقة. طبعا في أراضي تانية مع المشتل تابعة للبلدية راح تتم زراعتها واستثمارها لمواجهة حرب التجويع الموجودة في غزة. خليهم هم يماطلوا في إعلان المجاعة بغزة، وخلي الحصار قائم على غزة. طبعا أنا بتهكم في هاي طبعا الجملة، سخرية لكن أرض غزة دائما تطعم أبنائها، طعمتهم الخبيزة طبعا. ببداية الربيع، والله والآن في الموسم الزراعي ستطعمهم كوسة، خيار، بندورة، ملوخية، باذنجان، فلفل حلو، فلفل حار وغيرها الكثير. كل يوم بوصلنا طلبات من المزارعين ماذا يريدون، نشكرك عارفين الله. اللي بدهم إياه، ما الحمد قيمته لله. الغذائية عالية، واثنين عمره الزراعي الإنتاجي قصير. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن شاء الله حتكون زراعة الأشجار، تأهيل مزارع الدجاج، المناحل، قوارب الصيد، البركة الزراعية وشبكات الزراعية ممتاز. وشبكات المياه. طبعا المشروع مقسم زي ما حكيت لك، أهل الأردن وأهلنا في الوطن العربي وفي كل العالم عم بتضامنوا بشكل قوي مع هذا كتير المشروع. كتير، خاصة في الأيام وعبر الأخيرة. أثيركم، عبر أثيركم احنا بنحكي أن نزرع شجرة خير من أن نلعن الجوع. طبعا يجب علينا أن نتصرف وأن لا نستسلم. بعض الناس عم بيحكونا كيف، طب في قصف، في حرب. هاي الحرب استثنائية، احنا كنا دائما مش أول مرة نعمل مشاريع تأهيل، مشاريع تنمية إغاثية احنا بنسميها في غزة، مستدامة تكون للمزارعين. طبعا. لكن هاي الحرب استثنائية، ما بنقدر نستنى أكثر من هيك، يجب أن نباشر العمل. حتى لو قصفوها رح نرجع نزرعها، هاد هو ديدننا وهذا هو صمود شعبنا برافو الفلسطيني. برافو أخت أسماء، برافو. هذول هم نشامى الأردن العربية لحماية الطبيعة. إذا تزرع ما يقتلعه الاحتلال، ولو أن الحرب دائرة حتى اللحظة وهي غير نعم مسبوقة، دمرت الشجر والبشر والحجر، تسببت في إبادة جماعية، إبادة تعليمية، وكذلك مجاعة. حتى المساعدات أيضا كانت تسقط من السماء على رؤوس بعض الشهداء. إذا تحدثتينا عن مشروع إعادة مشتل بلدية غزة، وزعتوا أو راح توزعوا الأشتال والبذور لتوفير الخضروات في ظل حرب التجويع اللي بيمارسها الصهاينة. عم بيزرعوا حاليا، عم بيزرعوا حاليا، يعني ان شاء الله في الايام القليله. احنا خايفين على المزارعين وعلى شركائنا انه نبين صور وفيديوهات اكثر، لانه الموضوع مش ممكن استعراضي، يكون هو موضوع مستهدف. برافو بكون بجانب هذول المزارعين. احنا طبعا. بنكون معهم، الانتاج موجود ان شاء الله، بنوردكم بالصور، نبعث لكم اول باول، إن شاء الله. ويعني بقدر الامكان الخير موجود في غزة. يعني هدول مدخلات الإنتاج الزراعية موجودة بغزة، مشان الناس اللي بتسأل. بالنسبة للمي، الناس عم تسأل المي من وين بدكم تجيبوها، فيش مي بغزة. لا، المياه المخصصة للزراعة موجودة في غزة. بشكل يعني من بين الأولويات تأهيل الشبكات طبعا. الري والبرك الزراعية. هذا الموضوع أكثر ممكن أنتم تتابعونا وتشوفوا شو عم ننشر أول بأول عن هذا الموضوع، مشان تعرفوا كيف ممكن تنضمونا وتتطوعوا معنا. أكيد، وكل السامعين أكيد اللي بيقدر في إحياء مزارع غزة، سيتم العمل على مراحل إعادة تأهيل القطاع الزراعي في غزة زي ما تفضلت أخت أسماء. يعني أنتم مش بس بتشتغلوا على الأشتال، أنتم بتشتغلوا على تأهيل المزارع وتأهيل البنى التحتية وإعادة ما دمره الاحتلال. ما الفرق برأيك كعربية لحماية الطبيعة بين السيادة على الغذاء والأمن الغذائي، أم هل أحدهما يكمل الآخر؟ تفضلي، أهلا بك.
طبعا المفهوم الأكبر هو السيادة على الغذاء، ما طبعا. يتم تداوله هو الأمن الغذائي. الأمن الغذائي هي أن يتوفر الغذاء، هل يتوفر عبر أنك تشتريه، إغاثة ممكن يستورده يكون. من برا، يكون موجود بس أنا غير قادر الوصول إليه، هذا اسمه أمن غذائي، موجود الطعام لكن لا يستطيع الإنسان الوصول له. مرة ثانية رح نعطي مثال غزة، الأكل متكدس على الحدود، شاحنات الغذاء متكدسة على الحدود ولا نستطيع إدخالها، إذا هناك انعدام للأمن الغذائي. السيادة على الغذاء لا، هي حقنا في زراعة ما نريد أن نأكله وما نستطيع أن نأكله حسب ثقافتنا وحسب حضارتنا وحسب مناخنا وأرضنا واحتياجاتنا. إحنا ما مش كل المنتجات اللي صار يطلبوا منا نزرع منتجات للتصدير، وهذا مش من أولوياتنا، أولوياتنا أن نأكل، أولوياتنا أن نعمل وفرة في السوق المحلي الفلسطيني، أولوياتنا أن تكون أسعار الغذاء في متناول الجميع، أولوياتنا دعم المزارع المحلي مش كبار المزارعين، مع احترامنا لهم، لكن دائما إحنا مهتمين في مجتمعنا يكون عنده حصانة غذائية ومن ثم بنصدر، أو بيكون العمل يعني مشترك بيناتهم، مش واحد بياخذ أولوية الثاني. لهيك إحنا بنركز على موضوع السيادة على الغذاء بإنه نزرع، ندعو الجميع إنه ينتبه على موضوع الزراعة، موضوع الزراعة مش موضوع ترفي أبدا. ومش موضوع معزول عن القضايا البيئية كما يصوره البعض لنا، إنه مشان إحنا نخفض الكربون نقلل الزراعة، هيك بيطلبوا منا على فكرة المنظمات العالمية اللي هي في أوروبا، إنه من باب تقليل البصمة الكربونية، لا خلص ليش تنتج الغذاء؟ ما هو هذا بيستهلك كثير موارد طبيعية، خلص بما إنه في ناس عشان بتنتج ضلنا أنتوا استهلكوه. معتمدين عليهم وناكل الأكل المصنع والمهرمن والمش طبيعي ولا عضوي. وهذا من 20 سنة عم نحكي فيه، الحمد لله المرحلة الحالية على سوءها وعلى سوء الأوضاع، لكن هناك وعي بدعم المنتج المحلي سواء بالأردن، بفلسطين، بكل الوطن العربي. صار يعني بدي أحكي لك عنا بالأردن، صرنا نتطلع بالضبط، حملات المقاطعة دعمت المنتج الزراعة المحلي الأردني، طبعا، صرنا نسأل وحتى هذا من عندنا وين منتجات بيصنع؟ أردنية على الأرفف، منظفات ومأكولات وأغذية، ونفتخر بها، اتجهنا إليها أكثر. إلها طبعا المنتجات الفلسطينية اللي هي على الرأس، منتجنا الوطني أيضا بيرفع الرأس، اتجهنا إليها في ظل المقاطعة وفي ظل الحرب. بكل الأحوال أخت أسماء، ما في أزكى، أدركني الوقت وعندي موجز، والآن رح أسمح لك ب20 ثانية. ما في أزكى من فراولة غزة ولا ورود غزة اللي كانت تروح على كل أنحاء العالم. الغزي صامد، مرابط، صابر، وأيضا إن شاء الله تعالى النصر لنا والنصر قريب. تفضلي. اللي بدي احب احكيه، نحن انت ذكرتي موضوع الزهور، نحن مع زراعة ما نأكله، عندما أجوع لن أكل وردة، كان إحنا عم يزرعوها نحكي عن يدعموا قبل الزهور، الحرب أخت أسماء. نعم قبل الحرب وبعد الحرب، نزرع ما نأكل، انضموا لنا، كونوا معنا، نحن شكرا. نعمل من أجل المزارع الفلسطيني والإنسان الفلسطيني بمقاومتنا ومنعتنا بالسيادة على الغذاء، يكون لنا سيادة على قرارنا ومصيرنا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نحو السيادة على الغذاء، كل واحد فينا في موقعه، نزرع ونأكل مما نزرع ونلبس مما ننسج. أسماء عواد، المنسقة الإعلامية في العربية لحماية الطبيعة، رفقتينا من عمان.